اوكي، كيف حالك اليوم؟ ايش حابه تسوي عندنا؟ اهلين دكتور، انا حابه اعمل تكبير ثدي لانه عندي مشكله في صغر حجم الثدي وعامل لي يعني مشكله نفسيه، فان شاء الله حابه اني اعمل، متحمسه ان شاء الله اسوي. ان شاء الله ان شاء الله. طيب فكرتي بحجم معين للثدي؟ بحب شيء طبيعي يعني يناسب جسمي يناسب طولي. اوكي طيب، بالنسبه ل هشرح لك باختصار عن حشوات الثدي، في احجام وفي اشكال تفرق عن بعضها بالسطح، اما مرمل او يكون ناعم، وكمان بحجم الحشوه. اللي حنسويه بعد ما ناخذ المقاسات عليكي ونقرر حجم الحشوه المناسبه، انت كمان حتاخدي مقاسات لحالك ونقرر ايش الانسب. اوكي، في عندنا هذه كمان سامبلز، وبالحجم اللي انت حتعطينا اياه بالاضافه الى حجم المقاسات اللي اخذناها حنقرر حجم مناسب للطرفين. الحشوة كيف يعني مكانها؟ حتكون تحت العضلة ولا فوق العضلة؟ سؤال جدا ممتاز. بالنسبة للحشوة هي توضع في مكانين في القديم، كانت إما فوق العضلة أو أسفل العضلة. أما في الطريقة الحديثة اللي هي تحت غشاء العضلة، فهي تأخذ فوائد من الطريقتين، لأنه تحت العضلة بصير حاجة اسمها مشكلة تحريكية أو animation بالأجنبي، اللي هو انه لما تحرك العضله تدف الحشوه الى الاسفل لانه العضله فوقها فتضغطها، فهذا مو كويس خاصه اذا انت تروح الرياضه وبتروح النادي. فوائد لما فوق العضله لها فوائد، فانت الحين بتكسبي الفائدتين عن بعض. بالنسبه للجرح، طبعا في اكثر من طريقه للجرح، في اسفل الحلمه وفي اسفل الثدي، في ثنيه الثدي تسمى، وهي الاكثر عمل اولا واقل اضرار. ليش؟ لانه حول الحلمة بيكون لسه في بكتيريا في الفتحات تبع الحليب، اما الاسفل فهو بعيد عن كل الالتهابات وبعيد عن المشاكل، حتى كمان ما يأثر على الرضاعة في المستقبل وما يأثر على الاحساس لما نعمله من الاسفل. والجرح جدا صغير حوالي 4 سنتي ما يبين. طيب دكتور، في الم بعد العملية؟ 90% من المرضى ما بيشتكوا من اي الام بعد العملية، خاصة انه احنا ما نزلنا تحت العضلة، تحت العضلة ممكن تكون مؤلمة، اما تحت غشاء العضلة فهي اقل الم. وبنعطيكي وصفات طبعا لادوية تخفف من الالم بعض الشيء. متى اقدر يعني ارجع لشغلي؟ بالنسبة للعودة للعمل سؤال جدا مهم، كمان يعتمد على قوتك وقدرة تحملك. في مرضى بيرجعوا من بعد العملية بيوم، وفي مرضى في 3 ايام، بس ما في مرضى بيتعدوا الاسبوع، فبعد اسبوع ممكن ترجع للعمل بكل راحة وبدون آلام بدون مشاكل. في حتلبسي مشد لمدة 3 اسابيع بعد العملية، هذا المشد بيخلي الانسجة تمسك على الثدي الجديد، بيخفف الالم كمان طبعا، وبيقلل المضاعفات قدر الامكان. طيب بالنسبة للمضاعفات بعد العملية، حشوة الثدي هي جسم غريب عن جسم الانسان، ممكن لا سمح الله أن تمسك فيه البكتيريا ويصير فيه التهاب. إحنا بنتفادى هذا الشيء قدر المستطاع طبعاً، وبننزل المستوى من 5 ولا 10% إلى 1 إلى 2% بأشياء بنسويها جوا العملية. التعقيم الدائم خلال العملية، تغيير القفازات تبع الجراح، استخدام القمع، وحنشوف في العملية القمع اللي بنستخدمه عشان ما نلمس الحشوة. الحشوة توضع في الثدي بدون ما تنلمس بالأيدي. فهذه اول مضاعفات. المضاعفه الثانيه الجرح نفسه زي ما قلت لك 4 إلى 5 سنتي ما بيبين بعد 6 شهور، بعد مرور 6 شهور مخفي في ثانيه الثدي. طيب كم يوم حتنوم بعد العمليه؟ عمليات الثدي الحديثه ما فيها تنويم، هذا كلام جدا قديم، وانا الحمد لله ما عمري احتجت اني انيم مريضه بعد حشوه الثدي تكبير الثدي، لانه بنستخدم أدوية خلال العملية تخفف من الألم، نستخدم وسائل للتقليل من إفراز السوائل داخل الثدي أو الدم، بتنعمل في عمليات اليوم الواحد، فتيجي الصباح الساعة 9، العملية تستغرق 45 دقيقة بالكثير، تقعدي معنا إلى الليل الساعة 7-8 أطمن عليكي أمورك تمام ما في مضاعفات، حتروحي البيت وحتجينا بعد أسبوع عشان نتأكد أن كل أمورك تمام إن شاء الله. نسبة نجاح العملية جدا عالي بسبب طبيعة العملية تبعك، ما فيها زي شفط الدهون عرفت كيف ممكن تزيد ممكن تنقص، لا في حشوة هنحطها وحصير شكلها مناسب إن شاء الله.
حنسوي العلامات وحندخل العمليات وحنشوفك بالليل كمان قبل ما تطلع البيت نتأكد أن أمورك تمام ونشوف إذا في ألم ولا لا. هو تحدي. وكده نكون خلصنا العملية في 45 دقيقة بأفضل نتائج إن شاء الله. اتخذنا كل الإجراءات الوقائية للتقليل من الالتهابات والمضاعفات بعد العملية. رجعت لكم بعد العملية الحين لي تقريبا 8 ساعات طالعة من العملية، ما في أي ألم نهائيا الحمد لله، مبسوطة كثير إنه ما في ألم، وشكرا كثير للدكتور أمير، هو فعلا أعطاني معنويات إيجابية وحسيت التغيير في الحجم يعني واضح الحمد لله، ومرضي يعني رضيانة فيه بشكل جميل الحمد لله. كيف حالك هذه 8 ساعات بعد العملية زي ما وعدناكي؟ تمام كل الحمد لله. في أي ألم؟ لا نهائي. اكسلنت ما شاء الله. طيب زي ما انت شايفة حتستمري كده، التخدير الموضعي اللي حطيناه احنا خلال العملية بنحط تخدير موضعي، هذا راح تماما، فهذا الألم اللي حتحسيه إذا كان فيه ولو خفيف هذا اللي حتحسيه في الخمس أيام الجاية. نشوفك بعد 5 أيام ما في خياطة نشيلها، خياطة كلها داخلية وأمورك تمام. ممكن بكرة إذا لابس المشد، المشد حتلبسيه لمدة 3 أسابيع، وأنت لابس المشد إذا حاسة تقدر تمشي وهذا ممكن تروح العمل بكل بساطة. شكرا دكتور، وبراجعك إن شاء الله بعد 5 أيام. عفوا عفوا. السلام عليكم، معنا اليوم مراجعتنا، عملنا تكبير ثدي من 3 أسابيع، ما شاء الله النتيجة ممتازة جدا من الناحية الطبية ومن الناحية الشكلية. الفترة هذه حتكوني لابسة مشد لمدة 3 أسابيع. المشد خاص جدا، يكون ماسك من تحت ومن أعلى الثدي. بالنسبة للندبة زي ما انت شفتي الندبة خط واحد فقط ومرة صغير، هذا إذا زاد حجمه ولا شيء ممكن نعالجه بالسيليكون، بس ما شاء الله حتى ما يحتاج علاج للسيليكون أو أي كريمات في الفترة هذه. بالنسبة للمساج كمان ما يحتاج أي مساج، ما في أي شيء تسويه، خلاص تعيشي حياتك طبيعي بالجسم الجديد اللي معك. الحمد لله الحين العملية يعني بعد العملية صار حاسة النتيجة مرة كويسة، حتى بالنسبة للثقة بنفسي يعني زادت، يعني حسيت ثقتي بنفسي زادت، صرت ألبس اللي أبغاه يعني. كمان حاسة إنه يعني رغم إنه بس أسبوع عن العملية حاسة إنه السيليكون منه فيني، يعني صار يعني ماني حاسة بأي، كل شيء طبيعي كان يعني الحمد لله. بالنسبة للمتابعات حنتابع مع رجعتنا بعد شهر وبعد سنة، وحنتابع كل سنة بعدها عشان نضل على تواصل دائما. الحمد لله العملية خلصتها وكانت النتيجة جدا رائعة، وبشكر الدكتور أمير مراد على التحمل لي، يعني كنت خايفة من موضوع الألم، بس الحمد لله كان كل شيء مرضي يعني وكل شيء كويس وممتاز، والنتيجة رائعة الحمد لله. شكرا كثير.